طيب لو رضا عبد العال هو المدير الفني لنادي الزمالك في المباراة اللي جاية، هيبقى في تغيير في التشكيل؟ مين اللعيبة اللي انت هتستبعدها ومين اللعيبة اللي انت يعني هتبدأ بيها، ولا هتلعب بنفس التشكيل اللي بدأ بيه كارتيرون؟ لا طبعا هيبقى في تغييرات. في مين بقى؟ يعني انت هتستبعد مين؟ هقعد مصطفى محمد، هقعد مصطفى اوباما. محمد وأوباما. بس هي المشكله ان انت يعني انت جايبني ومفيش عندك طرفين كويسين، يعني كان عبد الشافي وكان حازم امام، يعني هما دول كنت تقدر تشكل بيهم طريقه عشان دول هما اللي هيلعبوا الناس من ورا. فانا بقول لك اهو الاثنين دول اوباما ومصطفى محمد، ولاعب حسام اشرف ولاعب فيصل، يعني هتلاعب حسام أشرف وهنخلي مكان أوباما وأسامة فيصل. اسامه فيصل مكان مصطفى محمد وحسام آه اشرف مع بن شرقي. مع بن شرقي. طيب الاثنين أحمد سيد زيزو. ناحيه على طرف من الاطراف. يعني هتبدأ بيه يعني. والناحيه الثانيه هيبقى يا بن شرقي. بس انا لو لعبت بن شرقي هلاعبه تحت الفيرود، لانك تحت انت الف شفت. يعني هخليه يلعب كالأونت فري، يعني. هخليه يلعب فري، هسيبه يعمل اللي هو عايزه، لان هو عنده ملكه وعنده غيره وعنده كورته عاليه. النهارده في اخر دقيقه عامل باص من النص كده على ال 18، لو الراجل استلم كويس اللي جات له الكوره دي هيروح انفراد. طيب الباك رايت يعني هو لاعب محمد عبد الغني. لا ما لعبش انا، لو عن نفسي مش هلعب محمد. يبقى في الحاله دي هرجع سيد زيزو يلعب باك رايت واحطه قدامه ونجم. يعني ونجم هيلعب قدام ما مع احنا عايز بن شرقي مفاتيح. وم... اه بص انا عايز مفاتيح، انا نادي الزمالك ونادي اهلي بيبقوا عايزين يكسبوا. فانت لما يكون عندك زيزو قدامه مثلا اوناجم، والناحيه الثانيه مثلا بيبقى عبد الشافي وقدامه مثلا لا العكس يعني. هيبقى زيزو وقدامه بن شرقي. لا قدامه اوناجم، يعني اتنين بيلعبوا اوناجم. ناحيه الرايت، ماشي اوكي. والناحيه الثانيه عبد الشافي عبد مثلا، شافي. ويبقى معاه حسام اشرف، وجوه في قلب الملعب يبقى هسيب بن شرقي. بن شرقي، وراهم يبقى انت طارق مش حامد. عايز تلعب بن شرقي على الطرفين لا خالص. خالص، خليه يجي دايما بوش، لان هو اصلا مكمن الخطوره دلوقتي في نادي الزمالك، فانا اسيبه لكن ما يلعب براحته. تبداش بكاسونجو كاسونجو فين؟ انا راس اروحه، حربة. ده انا اقول له شايف الباب ده من الباب ده وما اشوفكش. كاسونجو ايه يا عم؟ انا قلت لك ادي العيال الصغيره دي، امال انت بتطلع العيال الصغيره دي ليه؟ لازم الزمالك يعمل احلال وتجديد خلاص. احلال وتجديد. طبعا طلع بقى ودي، ما ده بص ماتشات الدوري اللي جايه دي ادي حسام اشرف واسامه هو فيصل. منين يعمل احلال وتجديد ومنين انت عايزه يكسب كل الماتشات اللي جايه يا حبيبي دولت علشان ما يفقدش يكسبوك المركز الثاني؟ حبيب قلبي، هم دولت لما نزلوا في ماتش المقاصه مش هم اللي كسبوك الاثنين دول، حسام اشرف واسامه فيصل، واحد مات على الكوره والتاني حطها، مش ده حصل؟ ده حصل. ما شفناهمش من ساعتها غير اسامه فيصل اخر دقيقتين في الماتش اللي فات، نازل في الدقيقه بالظبط 87 وانا مش عارف 88. فانا بقول لك لا، ادي للناس دي عشان تكسبهم المواسم اللي جايه. دولت افيد من كاسونجو وافيد من عمر السعيد وافيد من اي حد. لازم، هي مش فلوس انت بتحط وتعد وخلاص وناس بتاخده سواء بالدولار او بالمصري، وانت فلوسك كتير. ماشي بقى ودي العيال الصغيره دي. ايوه ماشي. مين يعني؟ ما انا قلت لك اهو كاسونجو وعمر السعيد واسلام جابر، ولازم يعمل ثوره تصحيح ثورة زي السادات. تصحيح طبعا كل ده عشان يتغنم من يا المقاولين حبيبي. لا انت عندك وكسبان الاهلي الثلاثة. انا اسلام بقى، انا مش عارف، انا انت انا بسألك بتقاطعني سؤال يا ليه كابتن. يا حبيب قلبي؟ انت دلوقتي الدوري مش بتاعك، فعندي ناشئين مبشره بالخير اديهم عشان اكسبهم المواسم الجايه، يبقى عندهم خبره اكسب بيهم، اكسب بيهم. مش هما بيكسبوك اهو وبينزلوا بيفرقوا. انت هقول لك على حاجه، الشويه اللي هما نزلوه قبل الجون بتاع المقاولين حسسوك ان هما عايزين يكسبوا، بقى في حماس، بقى في غيره، بقى في جري. بس للاسف هو الراجل حاطط مصطفى محمد وحاطط كاسونجو وحاطط اوناجم ومنزل بقى اسامه فيصل وحسام اشرف، يعملوا ايه؟ مراكزهم كانت ايه؟ انت تعرف كانت مراكزهم ايه؟ تعرف؟ لا انت رضا عبد العال ولا كان انا عرفت؟ بيتكلم. والله ولا انا عرفت. انا طب مع لما رضا اذا عبد كان العال طلع، ما اسمع بس، ده طلع عبد الله جمعه على انهي، حتى لو هو وحش طلعته ليه؟ ده واحد بيلعب بالشمال خليه يقف. وبعدين كره محمود علاء دي يا عم محمود، وعلى فكره الكره التانيه دايما لفرقه المقاولين،
يعني ها 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 وتتعمل في ال 18 ترجع هتلاقي واحد من المقاولين يستلمها. طب يا عم انتوا بدل ما انت واقف ورا انت والونش اطلع واحد يمسك واحد يبقى وراه. يعني انتوا لما هتبقوا ماسكين الراجل دوت اتنين على واحد، اصل اللي هيجي له الكره ده مش ميسي عشان ياخدهم ويقوم جاي مقلبهم ورايح بيهم، ما عندوش الملكه دي. فانت واحد يبقى لازق فيه عشان ما يستلمش والتاني يامن وراه، وطلع طير فرقتك بقى.